يعني سيادة الوزير احنا بنتكلم على بدل ما يتحقق 2.7 مليار أدم مكعب يوم في 2018، ده ممكن يحصل في 2018؟ ده اللي طبعا سيادة الرئيس طلبه، وده اللي احنا هنشوف هيتعمل ازاي. يعني ما كانش كله ممكن يعني نجيب أقصى حاجة فيه ويبقى الباقي، حتى لو كان في حاجة فاضلة في 19 تبقى بدري مش آخر السنة زي ما كنا حاطين في الخطة الأصلية. يعني كل شهر بيفرق الحقيقة، زي ما كنا بنقول يعني الشهر لما النهاردة بيوفر معانا 60 مليون دولار، يمكن لما تستكمل باقي الإنتاج ممكن توصل ل 240-250 مليون دولار في الشهر. فطبعا احنا عشان كده مهتمين طبعا احنا الشهر نوفره، كل شهر هيوفر لنا كتير فعلا. لما يعني فأنا عايز أقول بس الحقيقة أنه طبعا ده النهاردة التوجيهات، النهاردة احنا هنروح مع إيني ونراجع الخطة ونشوف هنقدر نحققها ازاي باذن الله. احنا بنتكلم على حجم استثمارات قد ايه يا سياده الوزير اللي انفقها الشريك الاجنبي في الحقل لغايه دلوقتي؟ شوف حضرتك، هو المرحله الاولى اللي احنا يعني الجزء الاولاني احنا انفق لغايه النهارده 5 مليار دولار. 5 مليار دولار ده يعني اكثر من 80 مليار جنيه، يعني رقم كبير. ان شاء الله لما تستكمل باقي مراحل المشروع هيوصل هذا الرقم ل 12 مليار دولار. فيعني رقم كبير، والأهم منه أنه هذه المبالغ أنفقت وهتنفق في مدة قصيرة، يعني عمر المشروع كله هيبقى 3 سنوات منذ بداية الكشف لغاية آخر مرحلة فيه، يبقى بنتكلم في 3 سنين. طبعا 3 سنين أنك تصرف 12 مليار دولار في 3 سنين في مشروع واحد فقط في بلد واحدة شركة أجنبية، يبقى معناها أنه في التزام وفي حاجة بتجذبه لهذا الاستثمار في مصر. يبقى البلد دي بلد جاذبة ومناخ الاستثمار فيها مناخ جيد.